السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الصف السادس الإعدادي ورجعنا لكم للدرس الثاني. الدرس الثاني اللي يتكلم عن المضارع التام المستمر. مضارع التام المستمر present, perfect, continuous. تدرون قبل شو تصيده continuous. المهم الله يسامح اللي كان السبب. المهم present perfect continuous. present perfect continuous هي تو يتكون في حالة المفرد اللي هي سولفنا عليها اللي هي he, she, it أو أي اسم مفرد مثلا هدى. في حالة المفرد راح نخلي has للنفي hasn't وأيضا سولفنا عليها. في حالة الجمع نخلي they العفو مثلا they, you, we, I أو أي اسم جمع على سبيل المثال boys. فهنا راح نخلي have وللنفي haven't. ال have وال haven't وال has وال hasn't بالمضارع التام البسيط يجواه التصريف ثالث, لكن بالمضارع التام المستمر راح يجي وراهم بال زائدا فعل يحتوي على ing. على سبيل المثال وما نقدر نطلع لكم مثال من الوزارة لأن ما جاي للوزارة هذا الموضوع, قصدي كصيغة ما جاي. على سبيل المثال إذا قال لنا يا بشير take it وبين قوسين قال لي هاي الجملة أريدها بالpresent perfect continuous المضارع التام المستمر. بالمضارع التام المستمر عندنا حالة مفرد. بحالة المفرد راح نخلي has been وبعدين الفعل take نضع له ing taking. بس استاذ هو جاب لنا مضارع تام يعني يجيب لنا بين قوسين present perfect continuous. لا لحد الان ما جايب ولا مره ال present perfect continuous. طيب اذا ما جايب المنطوق يعني هذا المنطوق ما جايب شلون راح نعرفها بالامتحان؟ يمكن معرفه المضارع التام المستمر بحالتين. أبو حالة هي في حالة أدوات الاستفهام, هاي راح نأخذها محاضرة وحدها. يمكن معرفة المضارع التام المستمر من خلال since, where, for. يعني شلون؟ يعني على سبيل المثال she cook it for an hour. منطوق السؤال قال يسوي إياها correct صحح. لما يقول يسوي إياها correct صحح يعني شلون راح أعرف شو صحح؟ شنو الزمن؟ الزمن اللي قال يسوي عندنا for. for تأتي مع المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر إنه الشيء تأخذ has been وال has been يجي وراها فعل يحتوي على ing اللي هي has been cooking. إذن هنا المضارع التام المستمر شلون راح نعرفه؟ نعرفه من خلال المنطوق. فهنا راح نشوف المفرد نخلي has been زائدا ing أو في حالة الجمع نخلي have been في حالة النفي haven't يجي وراها been زائدا ing. يعني ما يجيب لنا منطوق سؤال يا إما نعرفه من خلال since و for. تبقى هنا عندنا مسألة هاي السنس والفور نفسهم تجي على شكل اختيارات. شلون؟ سنس والفور. الفور معناها لمدة والسنس معناها منذ. إذا هاي الفور تتكلم عن مدة غير معلومة والسنس تتكلم عن موعد أو مدة أو وقت معروف عن وقت. طيب هنا نطلع
الطلاب يبدون يبدعون. طبعا انا خاطب الطالب لما يبدي يبدع باللغه العربيه. يعني كلمه الشهر ايسال شهر معروف 30 يوم، اسبوع ايسال اسبوع. لا هنا انا اكو طريقه، خلينا نجيب طريقه شويه صعبه. ان عندنا كلمات تشير الى المده الغير معلومه. شنو هاي الكلمات التي تشير الى المده الغير معلومه؟ الكلمات اللي تشير الى المده الغير معلومه مثلا عندنا كلمه hour او minute، عندنا كلمه month، كلمه day، كلمه week، كلمه season، شو بعد عندنا كلمه age، عندنا كلمة long time و short time. نزل على كلمة long أو short time، long time أو short time. هذين إذا لقيناهم راح نخليهن فوق، إذا ما لقيناهم راح نخليهن سيلز. شلون يصير؟ يعني هنا كلمة ساعة ما معروف، وكلمة minute دقيقة ما معروف، لكن يعطيني وقت مثلا 2 o'clock 3 o'clock، إذا هذا وقت معلوم. الشهر كلمة شهر ما معلوم، لكن من يجيب لي جانيوري فبروري مارش أبريل إلى آخره هاي معلومة. كلمة day ما معلوم، كلمة week ما معروف، بس من يجيب لي Sunday Monday إلى آخره هاي معلومة. كلمة season ما معلوم، بس من يجيب لي winter لا هاي خلي لها سنس ما خلينا فور. وكذلك long time short time. هنا الطلاب يعانون من مشكلة. طيب طالما أن الطالب يعاني من مشكلة راح نجي إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ناجحة بنسبة 99% ما عدا حالة واحدة نجي عليها. شنو هاي الحالة؟ إنه إذا لقيت مع الكلمة أي أو أي أن أو ذا أو أس الجمع، هذني إذا لقيتهن هاي الطلاب ضعفاء اللي ما يقدر يحفظ ذني، إذا لقيتهن راح نخلي فور، وإذا ما لقيناهن راح نخلي سيلز. طيب إحنا عندنا تاريخ، نعم التاريخ نخلي له سيلز. يعني شلون؟ مثلا the first of May. هنا صحيح أنا عندي ذي لكن راح أخلي لها سيلز، لأن هذا التاريخ الأول من شهر مايو، يوم 5 5 نعم. هذا هو موضوع الـ present perfect، لكن ما كملناه. عندنا بعد حالة، شلون نفرق بين الـ present perfect simple والـ present perfect continuous، وعندنا مضارع ذوات الاستفهام. هذين كلهم راح ناخذهم بالمحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.